كنا قبل مدة نواجه هجمة شرسة على المجتمعات الإسلامية من أجل نشر الفكر الإرهابي. اليوم زيادة على ذلك نواجه هجمة شرسة من أجل إخراج النساء من البيوت والتي تعرف بالنسويات. هجمة شرسة من خلال السوشيال ميديا، فكل برامج السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، هذه البرامج كلها صاروا لأصحاب هذا الفكر، صار لهم منافذ يبثون من خلالها فكرة، في تويتر، في الفيسبوك، في الواتساب، في كل البرامج الأخرى، اسمه إيش هذا؟ السناب، التيك توك، مدري، كلها البرامج الأخرى لهم فيها من يبث فكرهم الضال ويضل الناس. ولذلك لازم الناس يتركوا هذه المصادر الباطلة، لا تأخذ فتوى تتعلق بدينك من أي أحد، مثل ما قال محمد بن سيرين.